أحسن الله إليكم. السؤال الرابع من فرنسا: أولا أحبكم في الله وأسأل الله أن يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين. عندنا الحكومة الفرنسية تريد من السلفيين التعاون معها للقبض على التكفيريين، بل تريد منهم العمل معها للقبض عليهم، هل هذا جائز شرعا أم لا؟ بارك الله فيكم. الحقيقة أن التكفيريين يعتبرون أعداء للإسلام ولأهل الإسلام، لأنهم يعملون أعمالا تضر المسلمين، فلهم ذلك أن يدلوا عليهم وأن يعني يبينوا ما هم عليه، أن يخبروا بهم إذا عرفوا من تمام